لتعبد الله وسميت الله قبل أن تبدأ
وحمدت المولى بعد أن تنتهي يتحول إلى عبادة، وأعضاء جسمك التي استفادت من هذا الطعام تدفعك إلى الطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً إذا كان طعامك هذا من حلال. النوم، حينما تهم بالنوم تتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن تنام على شقك الأيمن ثم تذكر الله بأي وسيلة من وسائل الذكر، بالتسمية، بقراءة فاتحة الكتاب، بأول البقرة، بأعظم آية وهي آية الكرسي، بخواتيم البقرة، بالمعوذات، بالإخلاص، بأي شيء. المهم أن تنام على ذكر الله، فإذا ما استيقظت ذكرت الله متنحيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ما قاله في النوم: إذا نام العبد ابتدره ملك وشيطان، كل منهما يريد أن يرعاك. الملك يقول: اذكر الله يا عبد الله، والشيطان يقول: إياك أن تذكر الله. فإذا سار العبد على سنة رسول الله كرأه الملك ورعاه إلى أن يستيقظ، يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتكون من الذاكرين حتى وأنت نائم. العكس بقى، الذين ينامون والوكمن في آذانهم، ينامون على الأغاني، أو الذي ينام ويتثاءب كما يفعل الشيطان، ليس في باله إلا النكد والهم، وكيف ينتقم من عباد الله؟ هذا حبيب الشيطان، يقول له: نم، عليك ليل طويل. إذا ما استيقظ العبد وذكر الله سبحانه وتعالى أصبح نشيطا. يقول الحبيب فيما معناه: يضع الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، ثلاث عقد يضعها الشيطان على قافيته، فإذا ما استيقظ العبد وذكر الله بأن تقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أو تقول: الحمد لله الذي أحياني وأذن لي في ذكره، تنحل عقدة. إذا توضأت انحلت العقدة الثانية، إذا صليت انحلت العقدة الثالثة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. الانتظار، من منا لا ينتظر؟ نبدأ بخير انتظار وهو انتظار الصلاة. ساقدت قدماك إلى المسجد لتصلي في جماعة وتنتظر الإقامة، بدلاً من أن تتحدث بحديث الدنيا مع جار لك في المسجد، اشغل وقتك بذكر الله وباستغفار الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، هي دي النية، أنا بحول المباحات إلى عبادات. لا يزال العبد في المسجد في صلاة ما لم يحدث، وبعضهم قال ما لم يحدث، والأصل هي ما لم يحدث، ما لم ينتقض وضوءه. يبقى كيف تكون في صلاة إذا كنت في ذكر لله؟ استغفر الله يا أخي، أأنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو يزيد صلى الله عليه وسلم.
صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلك على طريق الجنة، وأنت في السيارة ذاهبا إلى عملك، بدلا من أن تصمت وأن تشاهد ما حولك دون تفكير، اذكر الله سبحانه وتعالى، اجعل لك وردا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، من هما يا رسول الله؟ شوقتنا إلى هذه الكلمات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كن من أهل التسبيح، كن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذا قال العلماء: عادات العارفين عبادات. اللي يتعود على ذكر الله سبحانه وتعالى بنية العبادة تصبح هذا الأمر عنده يصبح تلقائيا، تجد دائما قلبه مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولسانه دائما يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادات الغافلين عادات، الغافل الذي ينسى النية تكون من باب الغفلة. نتحدث عن بعض العادات التي ينبغي أن تكون وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الناس يتبعون فيها العادة أو لقاء اقتداء اللي هو التقليد. يعني سئل الكفار: لماذا تعبدون غير الله؟ اعبدوا الله سبحانه وتعالى. قالوا: إما إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على طريقة، لأن كلمة أمة في القرآن لها معاني كثيرة متعددة. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ قالوا سببا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، ما أقدرش أسيب العادة التي عودني عليها أبي، لا أستطيع أن أترك هذا التقليد. آن الأوان يا من ربك الله ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تستعمل عقلك. لابد أن يجلس الإنسان مع نفسه ويراجع ما يفعل ويسأل: أنا أفعله يطابق كتاب الله وسنة رسول الله؟ هل يرضي ما أفعله عني الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ويبدأ العبد يصحح ويحاسب نفسه. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يسبق الزواج الخطبة، وبعض الناس، ليس كل الناس، لأن من الخطأ التعميم، لهم عادات سيئة في الخطبة. أولاً، الخطبة هي مواعدة بالزواج، مواعدة، مجرد مواعدة، لا تحل حراما على الإطلاق ولا تحرم حلالا. الخاطب ما زال أجنبيا عن المرأة التي يذهب لخطبتها. لذا من العادات السيئة أننا نخلط السنة بالبدعة. الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهب إليه صحابي وأخبره بأنه يريد أن يخطب فلانة، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى السنة أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة. اسمع بقى إلى قول النبي: انظر، ولم يقل اختلي بها، ولم يقل تمشى معها. بعض العادات السيئة للبعض أنهم يوفرون مكانا خاليا للخاطب ومخطوبته ليتبادل أطراف الحديث. لا، هو أجنبي وهي بالنسبة له أجنبية، لا ينبغي أن يختلي رجل بامرأة إلا في وجود محرم بالغ. الأسرة تجلس وهما يجلسان معا ويتحدثان،
الأسرة في حديث وهما في حديث آخر، لأننا نضع الرقابة عليهما كما أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحق له أن يحتني بها، ولا يحق له أن يذهب بها إلى عمته أو إلى خالته أو ليتفسح أو ليتعرف على أخلاق بعضهم البعض. هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله، وكم من أحداث سيئة وقعت بسبب هذه العادات. الأمر الثاني، اتفقا على الزواج يبدأان يتحدثان في التفاصيل. ندعوكم إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا. أحياناً الخاطب يخطب ويحدد موعد كتب الكتاب والزفاف، ثم يختلفان على شيء تام، السجادة، النجفة، الثلاجة، الغسالة، مؤخر. المؤخر من حق المرأة. أتريد أن تعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الزواج؟ الزوج يدفع المهر ويؤسس بيته، والمهر تأخذه المرأة. البنت هي اللي تأخذ المهر في إيديها، وهي حرة تدخره لها، تشتري منه شيئا لها، تعطيه لها، هي حرة فيه لأن هذا حقها. وهو يؤسس بيته ثم يتم الزواج. لكن الناس داروا على المشاركة في التأسيس، لا مانع من باب التيسير، ولكن اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، فإياكم والمغالاة بالمهور. ساعدوا الشباب على الحلال ولا تلجئوهم إلى الحرام. تم بحمد الله الخطة واتفقنا على الزواج، وجاء حفل العرس وكلنا شاهد هذه الاحتفالات. دأبنا على أن يقف العروس وعروسه ويرقصا أمام جمع من الناس. هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسأله ليه يا ابني؟ يقول لك أصل الليلة بقى يعني ليلة آخر بقى منجها وفرح. يا أستاذ كل سنة وأنت طيب، عقبال عندك يا أخي. نبدأ حياتك بمعصية الله سبحانه وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم زوج بناته. لم نسمع أن كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء، لم نسمع أن ابنة لأحد الصحابة قامت ورخصت مع عريسها على الإطلاق. نبدأ حياتنا الجديدة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالمباركة لهما. وأثناء عقد العقد الزواج أحيانا نجعله في المسجد لنلتمس البركة، لا مانع من ذلك على الإطلاق، وأوصانا الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن نجد المسجد يكتظ بالحاضرين ويتحدثون. هنا بقى نحول العادة إلى عبادة، بأن يجلس أحد ويحدثهم عن الزواج أو يحدثهم عن ذكر الله، ونشغل أنفسنا بذكر الله. ثم ندعو للعروسين. هذه بعض العادات التي ينبغي أن تصحح. الأمر الثالث بقى المبالغة في الاحتفالات. آلاف من الجنيهات تدفع لصالة من الصالات، وإذا ذهبت إليه وقلت له: هذه البنت يتيمة ولا تجد من يؤسس لها بيت الزوجية بالضرورات، أعطنا جزءا من. يقول لك: من إيه؟ ده الحال يدوب على قدره، وهو دفع له 10-12 ألف في صالة، صالة فقط. أنت يا أخي مسؤول عن مالك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خير الأمور الوسط. لا مانع من أن نفرح
ولكن بلا مبالغة وبلا مغالاة أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. عرفنا بعض العادات في الزواج، بعض العادات بقى في المآتم الأحزان. على كل من على كل منا، كل مسلم عاقل لبيب، يحافظ على سنة رسول الله ويتمسك بإسلامه، أن يوصي أهله وخصوصا الحريم بأنه إذا حانت وفاته هو بريء ممن ترفع صوتها عليه أو تلطم خدها أو تشق ثوبها. قال العلماء: الميت يعذب ببكاء أهله. متى يعذب الميت ببكاء أهله؟ وما ذنب الميت في هذا؟ قال العلماء: لأن ده حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الميت يعذب ببكاء أهله. طب إيه ذنب الميت؟ قال العلماء، شوف بقى تخريج العلماء، قال العلماء: يعذب إذا أوصى بذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية بعضهم يبقي على البنات، لأن البنات ماهرات في بكاء الميت، ويوصي أهله بأن يبكوا عليه وبأن ينوحوا عليه وبأن يضعوا التراب فوق رؤوسهن عليه. قال العلماء: إذا أوصى أهله بهذا يعذب ببكاء أهله، أو إذا لم يوصي أهله فعلى كل منا أن يوصي أهله وهو حي يرزق. ويؤكد على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي النائحة. من النائحة؟ التي تنوح وترفع صوتها بالبكاء على ميتها. والغريب إن لفترة قريبة كان في نائحة بتؤجر، بيأجروا نائحة تيجي وتقول كلام والناس تصوت على سبيل المثال. إذا حان أجل الإنسان لا يستطيع أحد أن يقدمه لحظة أو أن يؤخره لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا أمر لا بد أن نمر جميعا عنه. هو يأتينا، نحن لا نذهب إليه، وإنما الموت يأتينا، فينبغي أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المآتم. أوصي أهلك بأن لا ينوح عليه، ثم نتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكثير نجدهم لا يشاركون، معظم الناس لا يشاركون في الصلاة على الميت. لا، ده أنت إن صليت على من توفي وشيعته إلى قبره لك قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، واللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. تشييع بقى، نحن نشيع، تلاقي اثنين ثلاثة ماشيين مع بعض عمالين بيتكلموا في أمور الدنيا، تجيد ليه؟ لماذا جئتم؟ أنتم تشفعون للميت، ومتى يشفع المشيع للميت؟ باتباعه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نسأل المصطفى، نسأل من حول المصطفى كيف كان يسير في الجنازة. كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصمت وتظهر على وجهه الكآبة، يبقى نوع من أنواع التقصير، ويذكر الله في نفسه، فإذا ما ذهبنا لا يقعد أحد إلا بعد أن توضع الخشبة من على الأعناق. في بعض الناس اول ما يوصل لاول شجر هوب روح قاعد، لا يا احي انتظر لحظه، لحظات بس بسيطه، تابع كده الخشبه وهي تسير الى ان توضع الارض ويبدا في تجهيزها لدفنها. ثم بعد ذلك ندعو للميت. كيف ندعو؟
برضو بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه إمامنا. قال بعد أن دفن أحد أصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. ومن السنة أن يجلس أهله بجواره بعد دفنه قدر نحر جزور وتوزيع لحمه لأنه يستأنس بهم. الدعاء للميت، هل الدعاء يصل الموت؟ نعم، تصلهم هذه الهدايا يوم الاثنين ويوم الخميس، زي اللي في معسكر أو في سجن وينتظر خطابا من أهله، ينادي الملك: فلان ابن فلان لك هدية. ممن؟ من فلان صاحبك، من ابنك الذي يدعو لك. فحرصوا على تربية أبنائكم وأحسنوا معاملة غيركم لكي تنالوا هداياهم بعد أن تموتوا. رجل ذهب إلى المقابر من الصالحين وصلى لله ركعتين ونال، فسمع صاحب القبر يقول: يا هذا، إني أتمنى أن أصلي هاتين الركعتين لله. فأكثروا من الأعمال الصالحة. العبد يستطيع أن يحول كل عاداته إلى عبادات بالنية. اجعل النية، جدد النية دائما، التعزية لمدة 3 أيام. بعض بقى الإيه؟ الأخطاء التي تحدث وخصوصا عند النساء، وينبغي علينا أن نبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة في عهد رسول الله كان زوجها يذهب أو أبوها يذهب إلى رسول الله ويجلس أمامه ويعود، فتقول له: ماذا سمعت اليوم من رسول الله؟ فيخبرها: أنت أيضا أكمل ذلك. بعض النساء إذا مات أخوها أو أبوها أو أمها أو عمتها تحد إليه بلبس السواد 40 يوما، وهذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق 3 ليالي إلا على زوجها، تحد عليه 4 أشهر و10. لقيت بنتك أو مراتك بعد 3 أيام لابسة أسود، أخبرها أنها تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعود على ذلك، نتعلم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى. اللهم اجعل مصر آمنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم قها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا بالإجابة أمام الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وأقم الصلاة. الله أكبر.